أهلا بحضراتكم في هذه الحلقة الخاصة جدا من آخر النهار، حلقة خاصة بنقدمها لحضراتكم في إطار احتفالاتنا بانتصار أكتوبر. كل سنة لما بندخل شهر أكتوبر الحقيقة كل واحد فينا بيحس بفخر شديد جدا لأنه آباءنا وأجدادنا لعبوا دور كبير قوي في استرداد البلد دي وفي رسم مرة أخرى صورة لعزة البلد وكرامتها. النهاردة عندنا لقاء خاص وحوار خاص جدا، عايز أقول لكم إن احنا موجودين في قرية من قرى الشرقية، قرية ثلاثة بحر البقر، مركز الحسينية بالشرقية. جينا هنا الحقيقة وإحنا بنتتبع سيرة واحد من الأبطال اللي شاركوا مش بس في حرب أكتوبر، شاركوا في الحروب السابقة في 67 وفي حرب الاستنزاف ثم في حرب أكتوبر. القصة طويلة وعايز أقول لحضراتكم إن البطولة مش بطولة القادة فقط ولكن هي بطولة الجنود اللي شاركوا، الضباط اللي اشتبكوا على الجبهة، بطولة كل واحد كان موجود في هذه الحرب. يسعدني ويشرفني الحقيقة أن يكون معانا واحد من رجال وأبطال حرب أكتوبر اللي ما شاركش بس ولكن قرر أنه يخلد حرب أكتوبر، يعمل بيته متحف فيه وقائع الحرب وصحف الحرب والمذكرات بتاعة الحرب. معايا ومعاكم النهاردة في هذا اللقاء الخاص الحاج عبد المجيد الطحاوي. اهلا بحضرتك يا اهلا فندم، بيك منورنا في اخر الله النهار يخليك. وكل سنه وحضرتك طيب وانت طيب ان شاء الله. انا بيتهيألي 6 اكتوبر ده بالنسبه لك عيد خاص، عيد خاص يعني هو عيد قومي لمصر لكن كمان لحضرتك عيد خاص. عيد خاص، انا بحتفل كل سنه يوم 24 اكتوبر في مدينه السويس. في السويس، لان انا كنت ضمن الناس المدافعين عن المدينه يوم 24 اكتوبر 73 لما كان الاسرائيليين داخلين. لما كان الاسرائيليين داخلين. طب احنا عايزين نجيب الحكايه من الاول يا حاج، يعني حضرتك دخلت القوات المسلحه سنه يعني أنا 64 مش كده؟ خدت الاعداديه سنه 63 ودرست اولى ثانوي واتطوعت سنه 64 في القوات المسلحه. اتطوعت سبت الدراسة أولى ثانوي وطوعت سنة 64 في القوات المسلحة. ودخلت، كان التطوع بتاعي رحت مدرسة الكتبة العسكريين في إسماعيلية. إسماعيلية. في إسماعيلية. قضيت فيها فترة تعليم وفترة دراسة وبتاع. قعدت قد إيه بقى في الفترة دي؟ في الفترة دي 18 شهر. في إسماعيلية. وبعدين بعد ما اتخرجت من المدرسه الكاتب العسكريين ودوني كتيبه مشاه. كانت فين بقى؟ في اسماعيليه برضه؟ كانت في اسماعيليه. ودني فيها سنتين. وصلنا دخلنا كده على 66 67 بقى. 67 اتحركت وانا في الكتيبه دي، اتحركنا يوم 14/5/67 عدينا رحنا فين؟ الكتيبه بالكامل. كتيبه المشاهدي. كتيبه المشاهدي. وقعدنا 3 اسبوع كده من يعني رحنا يوم 14 يوم 18 او 19 19 مايو. انا كنت ماسك عمل اداري. وبعدين كنت رايح اصرف تعيين. تعيين. وبعدين جبلني واحد بلدياتي كان مستدعي في اللي كان شرحوهم. وبعدين استدعوه. واستدعوهم. فجبلني فجأة كده. بلدياتك بقى من القرية هنا؟ من القرية. فبسلم عليه وباخده بالحضن وبتاع. قال لي معلش انا هقول لك على خبر ما تزعلش. قلت له ايه؟ كان عندي عيل سنه سنتين. قال لي ابنك توفى. وانت هناك في سينا؟ واحنا في سينا. قلت له احنا كلنا هنموت. وكويس اللي هو توفى وانا مش موجود. ونحمد ربنا على كده. وقال لي والله هو توفى وانا يعني مكسوف.
أو ده كان محرم. أول ابن لحضرتك كان يعني أول ابن. أول ابن. فقلت له ماشي، ما احنا جايين هنا عشان نموت، عشان نستشهد ونموت ونحرر الأرض بتاعتنا. وبعد الحرب مباشرة وهم بيعيدوا تشكيل القوات المسلحة، ده بقى بعد حصل، بعد اللي حصل في 67، بعد اللي حصل في 67 وانسحبنا. انت تفتكر يعني الايام دي حاجه؟ انا مفتكرها وعايش فيها. انسحبنا انسحاب، القاده مشوا، واحنا حملنا، كان انا كنت بشتغل في شغل الاداريه، وحملنا الحاجات بتاعتنا وركبنا عربيتنا ومشينا عند علامه الكيلو 65. الطيران نزلنا، كان في غاره ونزلنا بعيد، الطيران الاسرائيلي ضرب الكول. كان في عربيات غرزة وعربيات مش عارفه تعدي وبتاع في الرمله، فالطيران الاسرائيلي ضرب الكول ده بالعربيه باللي فيها، بالعربيات اللي كانت موجوده. مشيت من عند علامه الكيلو 65 لحد اسماعيليه. ماشي ماشي. انا ومعايا ناس. دي مسافه تيجي قد ايه كده يا حاج؟ 65 كيلو. ماشي. انا مع يعني شايل السلاح بتاعي وماشي بحجة الاسفلت علشان ما تهش في الجبل. عشان ما نتوهش في الجبل وبتاع. لحد ما وصلنا الاسماعيليه وعدينا القناه. لقينا اهل اسماعيليه مستنيين. وكل واحد بياخد له مجموعه وياخدهم عنده في بيته. رحت عند في بيوت ناس. اني اول ما قعدت كده حسيت انني ماشي حافي. لما وصلت بقى البيت اللي انت رحت له ده، اول ما دخلت البيت عنده عند الناس دول حسيت انني ماشي حافي. يعني انت طول ال 65 كيلو دول وانت ماشي مش حاسس مش ان حاسس حافي؟ مش حاسس انني مش لابس يعني مداس في رجلك. فحسيت وانت قاعد معاهم، حسيت واني معاهم كده انني ماشي حافي. بدور على البيضه بتاعتي، قالوا لي انت جاي كده حافي. جابوا لنا اكل وكلنا وتعشينا ونمنا. صحيت تاني يوم الظهر. ده اللي واجب. صحيت تاني يوم الظهر. جابوا لي كوتشي كده ولبسته وودوني البندقيه بتاعتي. وقالوا لي مع السلامه، روح الوحده بتاعتك. الوحده كانت في معسكر الجلاء. كانت قريبه يعني. رحت الوحده، صدرت تعليمات ان الناس دي يمشوا من معسكر الجلاء يروحوا مدينه الزقازيق. كل اللي رجع من سينا دول. ودونا هناك في مدرسه، مدرسه التجاره الثانويه على الاسفلت. حطونا هناك. الكلام ده كان يوم 10 يونيو. 10 يونيو بالظبط. تاني يوم بنسمع الخطاب بتاع الرئيس عبد الناصر، بتاع عبد الناصر اتنحى، بتاع التنحي. فأنا ده كان نزلت. بالليل بقى ده. كان بالليل. كان بالليل. انا نزلت ومشيت في المظاهره. المظاهرات اللي طلعت في اللي طلعت. ومعايا الزقازيق. معايا السلاح بتاعي في كتفي، ومشيت مع الناس. الناس عم بتهتف وبترفض التنحي. ولا يا زكريا ما تقبلش. زكريا محي الدين. زكريا محي الدين، وكان معايا زكريا محي الدين مطرحه. فالناس كانت بترفض زكريا وبترفض التنحي. وبعدين ده اني ماشي في الشارع اللي عند شارع مولد النبي وشارع البوسطة. رحت لعمي في البيت. فانبسط جدا لما شافني، اطمن عليك بقى، اطمن عليا ورحب بيا وانتظرت شويه. فهو قال لي مش هتمشي لما تعشى. قلت له لا، انا مش هقدر اقعد اكتر من كده. وبعدين قال لي ده انت هتخليني من الساعه 5 الصبح اروح للحاج اطمنه. فانت كل ده بقى ما كانش في البيت عندكم عرفوا عنك اي لا اخبار؟ لا ما كانش يعرفوا عني اي حاجه يعني.
فقال لي اني بكره ان شاء الله الساعه 5 الصبح هروح اطمن الحاج عليك وبتاع. قلت له طب ماشي متشكرين، ورديت على المكان اللي احنا متجمعين فيه، مدرسه التجاره دي اللي في الزقازيق، المكان اللي احنا بنتجمع فيه ده. وبعدين جمعونا وودونا قياده الجيش في الجصاصيه، قياده الجيش تاني، في جناين كده. كانت الاول اسمها قياده المنطقه العسكريه الشرقيه. فهم بعدوا تنظيم الجيش، خدوا نص الناس، قالوا يعني هم بدأوا يعيدوا تنظيم الجيش على طول بعد أيام قليلة، بعد النكسة مباشرة على طول، بعد التنحي. ورحنا هناك الجصاصين في قيادة الجيش الثاني، واستدعوا الفريق عبد المنعم رياض من الأردن، كان ماسك جبهة الأردن، ومسك رئيس أركان، والفريق الأول محمد فوزي مسك قائد عام قوات مسلحة، وبعيدوا في تنظيم الجيش. خدوني من كتيبة المشاهدية وودوني تشكيل دفاع جوي. نقلت بقى. على اساس ان انا اصلا تخصصي اداري. يعني اشتغل في اي سلاح. فانا مجموعه معايا من الوحدات التانية يعني. كانوا بتشكيلات الدفاع الجوي لسه جديده وعايزين ناس فيها. كان الكتيبة دي كانت بتاخد دورة تدريبية في روسيا الأفراد على شام ستة، وكان الإداري بتاعها موجود في غرب القاهرة. فأنت رحت مكان؟ فأنا رحت في المكان في غرب القاهرة في الكتيبة دي، وكنت ماسك عمل إداري فيه. وبعدين بعد حوالي شهر كده إجوا الناس من روسيا وجابوا المعدات بتاعتهم الصواريخ والكلام ده، وبدأوا يتدربوا تدريب. قائد الكتيبة قال لي أني عندي نقص في الضباط، وما عنديش ضابط شؤون إدارية. أنا كنت رقيب ياما. قال لي أني أنت كده داخلين بقالك كده حوالي 4 سنين أهو. كنت رقيب. قال لي أنا ما عنديش ضابط شؤون إدارية، ومش هفرغ ضابط من المستعدين بياخدوا على المعدات عشان يحاربوا، إنه يجي يتفرغ للعمل الإداري، إنه يشتغل في العمل الإداري. أنت هتمسك الشؤون الإدارية وتبقى مسؤول عنها قدامي. قلت له ماشي همسك الشؤون الإدارية. ومسكت الشؤون الإدارية، وكان مخصص معايا نفرين. وطبعا التوقيعات لازم تكون باسم ضابط. فاداني اسم ضابط ملازم اول احتياط اسمه اسماعيل عبد العزيز، وقال لي اكتب اسمه وامضي مكانه. وده تفويض مني. اكتب ملازم، هو فوضك يعني. ملازم اول اسماعيل عبد العزيز رئيس الشؤون الاداريه بالنيابه، وانت مكانه. اتحركنا من المكان اللي كنا فيه في غرب القاهرة لجنوب البحيرات المرة. وعملنا موقع إداري في غرب القناة، وموقع قتالي في شرق القناة. قائد الكتيبة قال لي أنت هتكون ماشي معايا في المكان اللي انا فيه. يعني شرق غرب انت معايا. انت معايا. ماشي. عدينا القناه يوم 7. يوم 7 اكتوبر. 7 اكتوبر. لا احنا قبل ما نيجي لسه لاكتوبر، انتوا الفتره دي بقى من اعاده التشكيل ودخلنا بقى في الفتره بتاعت حرب الاستنزاف. بتاعت حرب لسه حرب الاستنزاف. لسه احنا لسه ما بداش. لسه حرب الاستنزاف مش بدأ. بدأ بقى حرب الاستنزاف يوم 8 69. يوم 8 سبتمبر. وكان الفريق عبد المنعم رياض رئيس الأركان. وكان أول يوم في حرب الاستنزاف. وده قدام المدفعية تضرب حوالي 5 ساعات.
وصبح تاني يوم الصبح راح على الجبهة، راح على الجبهة وخد معاه اللواء عدلي حسن سعيد قائد الجيش التاني، وراح يشوفوا نتيجة الضرب بتاع امبارح. طبعا فيه اسرائيل لها حاطين قناصه في البر الثاني، شافوا الفرقة من رياض ضربوا عليه دانه مدفع، استشهد ولو عدل حسن سعيد انصاب. وبعدين جابوا مكانه مكان عبد المنعم رياض، جابوا اللواء احمد اسماعيل علي مسك رئيس اركان. في الفتره دي بقى من لما بدا الاستنزاف في سبتمبر 69، انت كنت حضرتك فين؟ كان كنت في الكتيبه، في الكتيبه في في الكتيبه في موقعها اللي هي غرب، لا غرب القناه، غرب القناه موقعها غرب القناه. وتاني يوم في الحرب عدينا البر الثاني، الموقع القتالي والصواريخ والمعدات بتاعته وعدت، والموقع الاداري فضل زي ما هو. بس انا مع القائد. وقال لك انت ماشي معايا مطرح انت مروة. ماشي معايا ما تفارقنيش، ما تخلينيش ادور عليك ومش هلاقيك موجود معايا يعني. طب هو العبور وصلنا احنا بقى للعبور كده. العبور تم يوم 6. العبور تم يوم 6، احنا عبرنا يوم 7. انتوا رحتوا يوم 7. يوم 7. يوم 6 بقى انت كنت فين؟ كنت يوم 6 كنا في الغرب. في الكتيبة. في الكتيبة، في اللي هو الكتيبة الإدارية. في الغرب الإداري يعني. في الموقع الإداري، والكتيبة كانت في الغرب برضه. الكتيبة عبرت يوم 7. تمام، لا أنا بتكلم على يوم 6. يوم 6 أنت كنت لسه ما عبرتش أنت. لسه ما عبرنا. كنتوا بقى إيه بتعملوا إيه؟ شغلكوا إيه أو عملكوا إيه؟ إحنا طلعنا لقينا الطيران يعني. ما كنتوش تعرفوا إنه في حرب؟ إحنا عارفين إنه في حرب. يعني أقصد التوقيت. التوقيت ما نعرفوش. التوقيت ما نعرفوش. بس يوم 6 أكتوبر حوالي ساعة واحدة. واحدة الظهر. واحدة الظهر. لقيت ايه بقى؟ عدت عربية فيها رتبة وادوا قائد الكتيبة مظروف. انتوا ما تعرفوش في ايه؟ ما نعرفش فيه ايه. وما يفتحش الساعة 2 يوم 6. مظروف جاي لقائد الكتيبة. يوم ده انت شفت المشهد ده قدام؟ شفت المشهد ده، شفت الراجل اللي نزل وبيسألني فين قائد الكتيبة، قلت له موجود اتفضل راح له اهو، وريته المكان، راح ناول الظرف وخد بعضه ومشي. ده يوم 6. ده يوم 6. تمام، انتوا بقى يوم 7 عبرت. يوم 7 عبرنا. طيب خلينا نروح لفاصل. نطلع فاصل ونعود مره اخرى مع احد شهود حرب اكتوبر، الحاج عبد المجيد الطحاوي من بيته، من قريته 3 بحر البقر. فاصل ونعود لاستكمال هذا الحوار. اهلا بحضراتكم من جديد الى هذا الحوار الخاص مع واحد من شهود حرب اكتوبر اللي بنحتفل بانتصارنا فيها، الحاج عبد المجيد الطحاوي. اهلا بحضرتك مره ثانيه يا فندم. احنا وقفنا عند انك يوم 6 اكتوبر شفت المشهد، شفت بتاع المشهد. العربيه اللي ادت لقائد الكتيبه الظرف المقفول. ومش انتوا بداتوا من بعد اللحظه دي بقى؟ بعد ساعه الطيران عدى. الطيران عدى والكتيبه خدت وضع الاستعداد انها تضرب اي طياره. هتشارك بقى خلاص. هتشارك. دنا في الضفه الشرقيه دي اسبوع. انت خلاص اتنقلت يوم 7. عدينا البر الثاني. وكانت الكتيبه واخده واجب حرب في البر الثاني. كتيبه الصواريخ الشمسيه. قعدنا 4 ايام. واجب حرب ده اللي هو عباره عن ايه يا حاج؟ اللي هو انها في حاله حرب يعني. واخده واجب حرب يعني هي في حاله حرب مستعده يعني. مستعده للشباك في اي لحظه. تمام.
وانتظرنا لغاية يوم 12، يوم انتظرنا لغاية يوم 18 أو 19، فإجت أوامر بانسحاب التشكيل كله اللي هو الدفاع الجوي ووحداته من الشرق، ترجعوا على الغرب؟ يرجعوا على الغرب، عشان الثغرة فتحت بدأت تحصل. بدأت تحصل، وخوفا عن الصواريخ. كان سام 6 دي أحدث سلاح موجود في الحرب، كان مفاجئة الحرب يعني. وبعدين قائد الكتيبة قال لي أنت هتبيت هنا، هما ماشيين راجعين بقى على الغرب. واني زي ما هو معودني ركبت العربيه بتاعته ومستنيه لما يجي. فقال لي لا انت مش هتنفع تيجي معايا، خليك انت، انت حدنك في الموقع الاداري، وبكره هبعت لك عربيه الساعه 8 الصبح او 9 الصبح، اتحمل الوقود. لأن الصواريخ كانت على الدبابات، والدبابات بتشتغل بسمر ديزل، ولازم يبقى وراهم الوقود على طول بسلطة مستديمة. فقال لي أنا مش هعرف أحمل الوقود ده وأمشي النهارده، أنا همشي بالموقع القتالي ده، وبكرة هبعت لك العربية الصبح الساعة 7 أو 8 او الساعه 9 انطلت يعني، هبعت لك تحمل البراميل دي وتجيبهم. تمام. وساب معايا 10 عساكر وبيتنا. صبحنا الصبح غارة على غرس الطيران الاسرائيلي على الموقع، دمروه. واستشهد من العشرة دول عسكري، من اللي كانوا مع حضرتك، من اللي كانوا معايا. خدت السلاح بتاعي وحطيته في كتفي، ولفته في بطانيه من بتوعه، وحطيناه وردمنا عليه. دفنتوه في مكانه. في مكانه. ومشينا من جنوب البحيرات دي لحد الكيلو 109. ماشي في الجبل. ما استنيتوش العربيه بقى؟ لما جالناش عربيات. الموقع اتدمر وما جاش عربيات. وما فيش حاجه فيه تستاهل ان احنا نستنى يعني. وصلنا الكيلو 109 طريق مصر السويس. قالوا لنا انتوا رايحين فين؟ قلنا احنا رايحين الكيلو 101 او رايحين الكتيبه بتاعتنا في الجفره ولا بتاع. قالوا اليهود قدامكم. كنتوا رايحين، هم كانوا اليهود بقى رايحين على الاسماعيليه. على الاسماعيليه. كان الكلام ده يوم 22 بالظبط. 22 اكتوبر. يوم 22 اكتوبر. فغيرنا اتجاهنا ورحنا على السويس. لقينا المقاومه الشعبيه موجوده، والمستشار العسكري والمحافظ ومدير الامن والشيخ حافظ سلامه بتاع المقاومه الشعبيه، وانضمينا اليهم بالسلاح اللي معانا، وادونا ذخيره زياده، واتفقنا كده جميعا على ان احنا مش هنمكن تقاوموا. المدينه ما تستسلمش، المدينه ما تستسلمش الا على اخر جثه بني ادم. تمام. طول ما بني ادم في ده في السويس. ده في السويس. وبعدين يوم 24 هما قعدوا بقى يبعتوا بالميكروفون سلم نفسك. مش عارف ايه ده الاسرائيليين. الاسرائيليين سلموا ارواحكم يا مصريين، سلموا مش عارف ايه. فطبعا سيبناهم، هم كانت التعليمات سيبوهم يخشوا. سيبوهم يخشوا. سيبوهم يخشوا. دخلوا 12 دبابه. الدبابه الاولانيه اللي هناك اتدمرت، واحنا دمرنا الدبابه الاخرانيه. واللي في النص اتدمر كله. كله. لا عادت عارفه تطلع ولا عارفه ولا تتقدم. ولا تطلع ولا تتقدم. ال 12 دبابه دول اتدمروا. ده يوم 24. يوم 24. ومن فيهم قتل. كل اللي كان فيهم، كان احنا معانا سلاح
وكان القنابل من الشبابيك ومن المباني اللي فوق، الدبابه بيجي ضربها بقنبله بتنفجر، اللي عساكر فيها بنطوا، اللي معاه سلاح على طول كانت معركه بقى كامله. معركه كامله. انا كان جنبي عسكري من بتوعي معاه رشاش، رشاش خفيف. قلت له خليك جنبي علشان لو الذخيره بتاعتي خلصت اخد منك، وكان معاه ذخيره كتير يعني. فجات له طلقه ومات وهو جنبي. وشاهد وقال لي ما تسلمش. وهو بيتشاهد؟ وهو بيتشاهد. قال لك ما تسلمش؟ قال لي ما تسلمش. عدلت في اتجاه القبله كده، وبعد ما الغاره انتهت خدناه دفناه في مقابر هناك في السويس، في السويس في مقابر الشهداء. وخدت الرشاش اللي معاه. اصبح معايا بندقيه ورشاش خفيف، ورشاش خفيف زياده غير البندقيه بتاعتي. وبعدين قسمونا قطاعات. كل ده لسه انتوا في المقاومه في السويس؟ كنا في المقاومه. وقسمونا قطاعات وعينوا لكل قطاع قائد من البر الثاني. دنا في مواجهة اليهود كده حوالي شهر. شهر. مفيش اكل. من 24 من 24 اكتوبر دخلت وخلاص بقى على نوفمبر، اخر نوفمبر. على اخر نوفمبر. مفيش اكل في المدينة، في ما معناش فلوس. ومفيش اكل في المدينة، والمدينة مهجرة. وكان الناس اللي مش مهجرين كانوا بيدونا، كل واحد في المكان بتاعه من الخزين بتاعه كان بيدونا أكل ويدونا رز ويدونا حاجات. خلص بقى ده كله؟ خلص ده كله. وما كانش فيه مية. كنا بنفحر كده بتاع حوالي 20 سنتي 30 سنتي بإيدينا نلاقي مية. مية نشرب منها. وبعدين عملوا اتفاقيه الكيلو 101. اللي هو خلاص بقى اللي هو فضل الاشتباك. فضل الاشتباك. علشان يدخلوا، مش علشان فضل الاشتباك، علشان يدخلوا مؤونه للجيش الثالث. لان كان الجيش الثالث ممنوع عنه. كانت تيجي العربيات تطلع من القاهره لغايه الكيلو 101. كان اول حاجه عملوها خزنوا، بعتوا للجيش الثالث، كان بيبعتوا للجيش جوه. وكان بيخزنوا جزء في المحلات وفي البنوك وفي الشركات الدور الارضي. لما مالوا الدور الارضي تعيينات جافه، علشان قالوا ده عدو خبيث وممكن في اي وقت يمنع الكلام ده. بدأوا يدونا كل جماعة يدوها شوية عدس وشوية رز وشوية فول ويخبز وعيش، ويدوا كل واحد رغيف في المدة دي. وبعدين حبوا يدونا سجاير، تاخد شلن. يا تاخد اربع سجاير. طب اذا تاخد شيلين تعمل بيه ايه؟ ما هو ما فيش سجاير في المدينه. ما فيش سجاير، في ناس ما بتشربش. في ناس ما بتشربش سجاير. اللي ما بيشربش سجاير بياخد شيلين. ايوه. واللي بيشرب بياخد اربع سجاير. فانا كنت باخد الاربع سجاير بتوعي، وكان معايا العساكر بتوعي. كانوا بدون السجاير بتاعتهم. بيدخنوش. اللي بيدخن بياخد، بيدخن واللي بيدخنش بيديني السجاير. واللي ما بيدخنش بيديني السجاير بتاعته. ودنا لغايه ما انسحبوا. قعدتوا قد ايه بقى على الحال ده؟ قعدنا حوالي على الحال ده ثلاث اشهر. ثلاث شهور. ثلاث شهور. يعني بدأنا ندخل في 74. قعدنا حوالي ثلاث شهور على هذا الوضع يعني. بعد ما انسحبوا اجى المشير الجمصي. كان ماسك رئيس كان حرب القوات المسلحه بدل الفريق الشاذلي. اجى محافظ السويس.
وفي الشوارع، وقعدنا نضرب نار، قال ما حدش يضرب نار. انتوا بقى طالعين تحتفلوا بان هم نحتفل ان ونضرب انتوا نار. ما حميتوا المدينة. قال ما حدش يضرب نار. قسمنا مجموعات وقالوا تروحوا على الشرطة العسكرية. هتبيتوا وتصبحوا الصبح الشرطة العسكرية مسؤولة انها توصلكم الوحدات بتاعتكم. خدت العساكر بتوعي وخدنا سلاحنا ورحنا بيتنا في سرير شرطة عسكرية. الصبح جابوا لنا عربية وصلتنا الكتيبة بتاعتنا. اللي هي كانت اتضربت دي؟ الكتيبة دي ما كانتش اتضربت بقى. كانت انسحبت للغرب كده بعيد، في مكان بعيد عن التدخل اليهود. ودونا بقى، هم اليهود انسحبوا وودونا الكتيبة بتاعتنا. كانوا هم بينزلوا راحة كل 20 يوم يومين. كل 20 يوم يومين يومين الناس اللي هم ما كانوش متحصرين على مستوى الجيش. وبعدين احنا اللي كانوا متحصرين كانوا بدونا 5 ايام. خمس ايام اجازه. وكان علشان الشرطه ما تعرضناش، كان فيه كده شفره بينهم وبين بعض، بيجي كاتب على ظهر التصريح، كنا بننزل تصريح يكتب عليها عائد. انت اول مره بقى نزلت بعد العمليات دي، يعني في لما نزلت البلد، يعني انتوا خلاص عبرت يوم 7 وبعدين رحت السويس وشاركت في المقاومه. اول مره بقى رجعت البلد كانت بعد قد ايه؟ كانت بعد حوالي اكتر من 4 اشهر. اكتر من 4 شهور. اكتر من 4 شهور. اني كنت متجوز في الجيش. من ما انت كنت متجوز من من بدري. فمن اول اجازه قلت لها طالما اني ما جيتش ابو جانا هينقرضك. ما تنشغلش بيا خالص. احنا في حرب ومفيش يعني يا مرحميني، احنا داخلين على حرب وهنحارب وما تنشغلش عليا خالص. يعني انا قلت لها لو ما جيتش ما جينا كويس. ما كانش في تليفونات ولا اي مفيش. فقلت لها مفيش اتصال، وبعدين انغبت عنك 2 3 4 يبقى انا لسه هينقرضك، الموت هيجيبوني لغايه عندك. يقولوا لك الخبر. يقول لك اهو. ما كانوا بيحاولوا بقى المرتبات بتاعت الناس الناس بالكامل من من الشهر قبل الشهر الاخير للحرب بيدونا مصروف جيب 10 جنيه في الواحده. في الوحدة وانتوا هناك؟ في الوحدة واحنا هناك. بيدونا 10 جنيه مصروف جيب. وباقي المرتب كانوا بيبعتوها على البنك. من غير ما تروح تفتح حساب في البنك. ومن غير ما تروح تجيب جوابه بقبول التحويل. ومن غير اي حاجة. هم عملوا الاجراءات دي كلها؟ الاجراءات دي كانوا كاتبين اسماء كل القوة. وكل واحد اقرب الاقارب فلان الفلاني. والبنك اللي هو اقرب بنك له فلان. وكانوا بيحولوا المبالغ على هناك. وكانت بتروح كل يوم 24 تلاقي اسمها هناك. تاخد المرتب. تاخد المرتب. الكلام ده كان حصل قبل الحرب شويه وهي عارفاه. قلت لها طول ما انت بتروحي وتلاقي مرتبي موجود وانا مش موجود ما تنشغليش عني. ما تنشغليش. روحت بعد 4 اشهر. دي اول نزول بعد 4 شهور. اول نزول بعد 4 شهور. القريه بالكامل كانت منتظراني. انت كان هنا ده احنا في نفس المكان اللي هو الثلاثة بحر البقر ده. القريه دي. وقتها طبعا العدد كان اقل بكتير. كان عدد بسيط. وما كانش عربيات عربيات بتمشي كتير يعني. كانش عربيات بتعمل صوت كده زي ما احنا قاعدين دلوقتي. انا ركبت عربية، هم الشرطة العسكرية وصلتنا لغاية
الوحده بتاعتنا وبياتنا، وصبحنا خدنا تصريح ووصلونا ركبونا القطر الحربي لحد كوبري الليمون اللي هي محطه السويس. قبل ما تبقى محطه السويس كان اسمها محطه كوبري الليمون. نزلنا في كوبري الليمون وخد التاكسي، كنا مجموعه كان معايا ثلاثة في نفس المكان، خدنا تاكسي مخصوص والتاكسي جابني لغاية البلد. الناس البلد كلها كان لما واحد بينزل اجازة البلد كلها بتروح طبعا مستنياه بتروح. كان حتى قبل الحرب كان لما اي حد بينزل اجازة كان البلد كلها بتروح تشوفه وتزوره وبتاع. ما كانش فيه أسرة ما فيهاش واحد في الحرب في الجيش. في الجيش كان كان البلد عبارة عن أسرة واحدة. لقيت الناس مستنينك مستنيني. كان في حد تاني من القرية في الجيش وقتها؟ كان في ناس كتير بس ما كانوش في الحصار وما كانوش في الجيش الثالث. كانوا في المنطقة المركزية في أماكن تانية في أماكن لكن تانية. أنت كنت في منطقة العمليات. أنا اللي كنت في العمليات طيب فرجعت الناس اللي استقبلوك كويس. طب أنا هناخد فاصل ماشي ونرجع نتكلم بقى عن يعني اصدقائك من الابطال والشهداء وازاي فكرت في فكره انه تبقى عامل متحف عشان يعني ايه تبقى الذاكره حيه وموجوده. ماشي فاصل ونستكمل هذا الحوار مع احد شهود حرب اكتوبر الحاج عبد المجيد الطحاوي. اهلا بحضراتكم من جديد، وهذا الحوار الخاص مع احد شهود حرب اكتوبر في سياق احتفالنا بهذا النصر العظيم الحاج عبد المجيد الطحاوي. اهلا بيك مره ثانيه يا فندم. اهلا بيك. حضرتك يمكن اشرت في الحصار بتاع السويس وانتوا بتقاوموا العسكري اللي كان معاك او الجندي اللي هو كان معاك وقال لك ما تستسلموش. لما بنيجي نتكلم عن الشهداء اللي هم يعني ذكرياتك ايه عنهم؟ والله انا كنت اتمنى الشهاده برضه. يعني كنت حاطط في اعتباري ان انا حساسها مش عندك الاستعداد ده. عندي الاستعداد وعندي القابليه ان انا كنت استشهد، لان كان المجتمع كله الجيش كله كان حاطط في دماغه ان هو لا يصيب ما اخذ بالقوه لا يسترد الا بالقوه. كنا عاملين حسابنا وعارفين ان احنا هندخل حرب في يوم من الايام. الفكرة دي يعني اجت لي منين؟ أنا بصرف علاج من مستشفى إسماعيلية العسكري شهري. فكرة المتحف. أنا بصرف علاج من مستشفى إسماعيلية العسكري شهري. وكنت باخد العربية بتاعتي واحد من ولادي بيسوق بيها وأروح على المستشفى أجيب الدواء. العلاج بتاعك. وبعدين من سنتين صدف إن الدواء له مواعيد. العربية مش فاضية أو هو مش فاضي أو كده، فاضطريت إن أنا آخد ميكروباص وتروح. وأروح. جينا عند عز الدين، عند معسكر عز الدين، واحد عارفني يعني. بيقول لي مين عز الدين ده؟ قلت له والله ما أعرفه. قال لي واحد من اللي راكبين معاك في الميكروباص. من اللي راكبين معايا. عارفني. عارفك انك شاركت في الحرب. فبيسالك مين عز الدين ده؟ معسكر عز الدين. مين عز الدين ده اللي باسمه المعسكر ده؟ قلت له والله ما اعرفه. قال لي ازاي ما تعرفه؟ الكلام ده من سنتين بس. قلت له والله ما اعرفه. فاجت في دماغي ان اني هيجي عليا يوم الناس مش هتعرف. مش هتبقى عارفه انت عملت ايه. الناس مش هتعرف اكتوبر ده. كان فيه ايه؟ يعني الارض كانت محتله ولا كانت الناس بتحارب ولا اكتوبر ده ما حدش هيعرفه. فاستقر الراي عندي انني اعمل المتحف ده. والناس ده متحف صور. صور اللي احنا موجودين فيه ده. فدي الفكره او ده السبب اللي خلاك تفكر فيه. بفكر فيه. بجيب الطلبه بتوع المدارس في الصيف.
اللي هنا من في المركز اللي هنا الحسينية. بخليهم يطلعوا على المذكرات دي وبخليهم يقروا الجرايد دي. يقروا الجرايد، ما احنا عندنا عندنا ده يعني ده الاخبار. حضرتك جمعت الجرايد دي؟ يعني ده الجورنال اهو، يوم 7 اكتوبر. 7 اكتوبر، يوم 7 اكتوبر عبرنا القناة ورفعنا علم مصر. ده الجورنال الاخبار يوم 7 اكتوبر. اسرائيل تعترف بنجاح العبور المصري وتدفق المدرعات المصرية الى سيناء، استولت قواتنا على معظم الشاطئ الشرقي للقناة وتواصل القتال بنجاح. قواتنا البحرية تدمر الاهداف الهامة للعدو على ساحل سيناء الشمالي. وبعدين دي بقيت ايام الحرب برضو. وبعدين عايز اوجه كلمة للسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. تم اصدار عملة باسم قناة السويس، وعملة باسم العاصمة الادارية، وعملة باسم هيئة الطرق والكباري، ونسوا تماما اعظم حدث في القرن الماضي. مفيش عملة خالص طلعت مفيش. باكتوبر؟ لا مفيش. نسوا تماما اعظم حدث في القرن الماضي. وبقول يا ريس تكريما لارواح الشهداء، تكريما لارواح القادة الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وخططوا وعبأوا وجهزوا مليون جندي، وكان وصدق فيهم قول الله سبحانه وتعالى: واعدوا لهم ما استطعتم من قوه. وتخليدا لارواح الشهداء الذين عبروا القنال وحطموا خط بارليف المنيع وهزموا الجيش الذي لا يهزم، وقادته قالوا ان هو لا يقهر، قهر الجيش، وحطموا خط بارليف في 6 ساعات بدون قنبله نوويه، بدون قنبله جريه. طب انا عايز اسال حضرتك، لما الولاد بيجوا الطلبه بيجوا من ابتدائي واعدادي وثانوي، مش كده؟ بتبقى حريص انك تعرفهم ايه؟ يعني بتحكي لهم عن ايه؟ اهم حاجه بعرفهم ان البلد كانت محتله، والجيش كان خسر معركه ما انهزمش، الجيش المصري. وقلت لهم احنا احفاد احمس واحفاد صلاح الدين، ما بنهزمش، ده احنا خسرنا معركه. والمعركه الثانيه كسبناها. والمعركه الثانيه كسبناها ده اكتوبر. ده في اكتوبر. فاني بقول للرئيس عايزين عمله ورقيه لا تقل عن فئه ال10 جنيهات، تحمل صوره الشهيد عبد المنعم رياض، وتحمل صورة الأفراد اللي عبروا القنال، وذلك حتى يخلد هذا اليوم وتعرفه الأجيال القادمة، ليكون لهم دافع ينمي فيهم روح الولاء والانتماء للوطن. طيب حد ساعدك في المتحف ده يعني، ولا أنت اشتغلت لوحدك؟ لا أنا اشتغلت لوحدي، أصل أنا فاضي ومعليش التزامات. أنت خلصت الخدمة إمتى يا حاج؟ أنا من 20 سنة. من 20 سنة؟ من 20 سنة. فانت الوقت معاك، ملكك يعني. فبدات انت اشتغلت لوحدك، ما حدش ساعدك. اشتغلت لوحدي من سنتين. بدات اجمع الصور، ومن على النت اجيب الصور اللي انا عايزها، واوديها لمصوراتي، بحيث انه لما اللي يجي يشوف الصور دي. يشوف الصور دي يعني. ودول مجموعه من الشهداء اللي استشهدوا. احنا هنيجي للشهداء، بس عايز اسالك سؤال. انت شفت الافلام اللي اتعملت عن حرب اكتوبر؟ شفتها كلها. كلها؟ ايه رايك فيه؟ وبشوف احاديث القاده اللي بيتكلموا عن حرب اكتوبر. لا خلينا في الافلام الاول، ونيجي بعد كده نيجي لاحاديث القاده. الافلام رايك فيها ايه؟ والله يعني هي فيه انا ما تذكرهمش قوي يعني، يعني في الرصاصه لا تزال في جيبي، والعمر لحظه، والممر ده في الاخر. الممر ده جه في الاخر. في الاخر. أنا مركز على إن أنا يوم 24 أكتوبر بروح مدينة السويس. كل سنة؟ كل سنة. أقضي يوم هناك كده وأجي بعضي وأجي. كل سنة. بروح، متعود على كده يعني، والأولاد عارفين الكلام ده وبيجهزوا لي العربية. أي بتروح بيبقى اليوم شكله عامل إزاي؟ يعني بتروح
اليوم بيبقى شكله عامل ازاي؟ بتعمل ايه هناك؟ يوم بحكي لهم على اللي حصل على الولاد في السويس، يعني الشباب في السويس وفي المكان اللي انا كنت فيه. المكان اللي انا كنت بضرب منه. بقول لهم انا كنت في المكان ده في الشارع ده في كده يعني. وبنزور مقابر شهداء هناك. هناك برضو، وبنترحم عليهم وبنيجي. طيب لو احنا ممكن نستعرض بقى مع بعض كده بعض الصور دي، وتحكي لنا حكايه كل صوره فيها في الكلام ده. في المتحف ده، بحيث ان احنا نوري للساده المشاهدين برضو يعني عدد من الصور وذكرياتك معاها وكلامك عنها. هنقوم نعمل ده يعني، نصطحب حضراتكم ليه يعني على الارض من هذا المتحف اللي عمله الحاج عبد المجيد الطحاوي. يمكن الفكره واضحه جدا في ذهنه انه هو عاوز انه الحرب دي ومعنى الحرب دي ما تضيعش، والناس تبقى فاكراها وعارفاها باستمرار. خلونا نشوف مع بعض. السول محمد ادريس صاحب الشفره النوبيه اللي يرى اسرائيل ما عرفتهاش. ده توفى قريب. وده المجاهد البطل الشيخ سالم الهرش اللي افسد المؤتمر اللي كان عامله موسى ديان سنه 68، وعايز يضم سينا لاسرائيل بناء على رغبه اهالي سينا. ده اللي سايرهم يعني في الحكايه. وبعدين ده كبير البلد هناك، او الشيخ القبيله ولا حاجه كده. بعد كده ده الشيخ حسن خلف، وده المجاهد الشيخ حسن خلف برضه توفي قريب. خد اتحكم عليه ب 140 سنه سجن في اسرائيل عشان كان بيساعد المخابرات المصريه. ده محمد افندي بقى رفع العلم. وبعدين ده محمد افندي رفع العلم ساعه ما حط العلم كده، نزل وركز على ايديه كده وقبل الارض وراح جايب شويه رمله وحطتهم على ايده كده، وقال الله انا رجعت لك تاني يا حبيبتي والله ما حسيبك. وراح ماسك شويه رمله كده حطتهم في حنك وقال ده سكر. القائد بتاعه قال له ده رمله يا ابني، قال له ده سكر، انا بحس بيها انها سكر يعني. ودع عبد العاطي. عبد العاطي الرقيب عبد العاطي صيد الدبابات. صيد الدبابات. ده من منيا القمح. هنا. من منيا القمح. ودول ابطال تدمير ميناء ايلات مرتين. ودول تدمير ابطال تدمير المدمره ايلات الاسرائيليه. في بقى البطل ايمن حسن ده. أيمن اللي هو ده. أيمن. ايه قصته ده؟ ايمن حسن ده كان عسكري مجند في سلاح الحدود وفي نقطه حدود كده بينه وبين اسرائيل. وبعدين شاف جماعه من الاسرائيليين جايبين علم مصر وبيمسحوا به الاحذيه بتاعتهم وبيدوسوا عليه. وبعدين عملوها مره واثنين وثلاثه، وبعدين اتوجهت لهم مظبوط وراح موت منهم سبعه. ضربهم بالنار، رفض اهانه العالم المصري. طيب في بعد كده العميد عادل يسري. العميد عادل صاحب الساق المقطوعه. صاحب الساق المعلقه. وهو بحارب خد شاذيه طيارات رجله كده، فما سابش اللواء بتاعه ودنه فيه لغايه يحارب، لغايه لما اجى واحد تاني مكانه. وبعدين التيار نبيل عزت. التيار نبيل عزت قائد سرب حمايه السد العالي. حمايه السد العالي. واللواء باقي يوسف ده اللي عمل فكره الخط برليف اللي ده هو كان منتدب. كان منتدب قبل 67 للعمل في السد العالي. وكانت مسؤوليته ان هو بيجرف الرمله بالخراطيم الميه. وبعدين لما حصل وخط برليف واتعمل والكلام ده، راح لقائد الفرقه بتاعته اللي هو العميد. عندنا دول بقى العميد فؤاد عزيز غالي. راح لقائد الفرقه بتاعته اللي هو العميد يوسف عفيفي. قائد فرقه 19. قائد فرقه 19، لان ده انتهى انتدابه في السد العالي وجابوه الشغل ضابط مركبات في الفرقه دي. لانه كان ضابط مهندس.
احنا دول عندنا برضه اهو، عندنا العميد فؤاد عزيز غالي قائد الفرقة 18. بس نكمل ده الاول. اتفضل. فده قال له دي مشكلة ربنا اداها لنا وادانا الحل. قال له حل ايه؟ قال له خط بارليف اللي عايزين يدمروه قنبله نوويه او متفجرات ده انا مستعد ادمره بخراطيم الميه. فخدوه راحوا على الخطاطبه هناك عملوا له خط مشابه لخط بارليف وقالوا له اشتغل. جاب العساكر وشغلهم ونزل الرمله كده. فسفروه المانيا، جاب المعدات اللي هو عايزها، وحتى الالمان علقوا على الكلام ده، قالوا المصريين بياخدوا الماتورات دي نلاقيه خايفين من حراره ساعه الحرب ولا حاجه، ماتورات معينه يعني شديده الضغط شويه. وايه دمر خط بارليف في خلال 6 ساعات. كان خط بارليف ملوش وجود. كان تحدي يعني. دول بقى مجموعه برضو من القاده يعني، دول قاده الفرج اللي عبروا. يعني العميد فؤاد عزيز غالي، العميد فؤاد عزيز غالي قائد فرقه 18. ده اللي حرر مدينه القنطره بعد 24 ساعه. والعميد احمد بدوي، والعميد احمد بدوي قائد الفرقه 7، والعميد يوسف عفيفي قائد الفرقه 19، والعميد عبد رب النبي حافظ قائد الفرقه 16، والعميد حسن ابو سعده ده اللي اثر على السافيه جوري. ده اللي دمر اللواء الاسرائيلي واثر القائد بتاعه. وده العميد العرابي قائد الفرقه 21 مدرع، وده ده العميد عبد العزيز قبيل قائد الفرقه الرابعه المدرعه. تمام. طيب الاول خلينا نقف عند الصوره دي، كانت دي صوره لحضرتك مع المشير طنطاوي. انا كنت بصلي في المسجد النبوي في سنه 2013. طلعت قد الفريضه. وانا بصلي في الجامع كده، كان الجامع الاخير واحنا نصبح نمشي الصبح. انا بصلي فبصيت لقيت قدامي واحد، قلت انا اعرف الراجل ده مين. مش في دماغي صليت، وبعدين طلعت لقيته المشير ومعاه اربعه. فجيت اسلم عليه فالاربعه منعوني، فهو قال لهم لا سيبوه. سلمت عليه وطبطب عليا كده وقال لي ربنا يبارك فيك ويخليك وبتاع، وقلت له انا عايز اتصور مع سعادتك. وتصورت الصورة دي. فطلع التليفون بتاعه وصورنا، وواحد صورنا الصورة دي، وقال لي لو عندك نت هتلاقي الصورة دي في البيت الصبح. تمام. ولقيتها عندك. وبعدين تاني يوم الأولاد سألوني قالوا لي مين المصور معاك؟ قلت لهم المشير. جابوها من على النت. قلت لهم ده أنتوا مش عارفين المشير. بس هو عشان كان في الحرم ولابس جلابيه. بس هو كان في الحرم ولابس جلابيه وبتاع. كان بقى طيب انت حاطط برضو هنا قاده حرب اكتوبر، قاده حرب اكتوبر المشير احمد اسماعيل. احمد اسماعيل ده كان القائد العام. الفاروق سعد الدين الشاذلي كان رئيس هيئه اركان حرب القوات المسلحه. المشير محمد عبد الغني الجمصي كان رئيس هيئه العمليات. وهو اللي وضع خطه العبور والمد والجزر في القناه. وحدد ثلاث تواريخ ممكن يقوم فيهم الحرب. واختاروا اليوم 6 اكتوبر. وده محمد علي فهمي، مهندس الصواريخ اللي ارهق اسرائيل، قائد قوات الدفاع الجوي. وده المشير فؤاد زكري قائد قوات البحريه. والفريق محمد حسني مبارك قائد قوات الجويه. ولواء كمال حسن علي مدير المدرعات في اثناء حرب اكتوبر. واللواء سعد الدين مأمون قائد الجيش الثاني، واللواء عبد المنعم واصل قائد الجيش الثالث. احنا عندنا هنا الجنرال الذهبي بقى. وبعدين هنا الجنرال الذهبي اللي هو استشهد تاني يوم في حرب الرياض. وبعدين اللواء عبد المنعم خليل كان قائد الجيش الثاني. في اللواء سعد مأمون حصلت له وعكه صحيه يوم 14. واستدعوا اللواء عبد المنعم خليل قائد الجيش الثاني. مسكوه قائد الجيش كمل الحرب. احنا عندنا هنا اتنين بقى، البطل عبد القادر حلمي. البطل عبد القادر حلمي بطل عمليه الكربون الاسود. بطل عمليه الكربون الاسود. واللواء احمد حسام خيرت ده احد ابطال العمليه. عمليه الكربون الاسود دي المشير ابو غزاله زرع عبد القادر حلمي كان ضابط مهندس. والمشير ابو غزاله كان ملحق عسكري في امريكا. فزرعه في البنتاجون على انه هو عالم مصري ويقدر يخترع ماده يدهنوا بيها الرادار الصواريخ ما يرصدش الصواريخ. على انه عالم مصري يعني.
طب احنا اخر حاجه بقى، انت حطيت الصور هنا، الصور دي الرؤساء بقى يعني اللي هو محمد نجيب، ده وبعدين محمد الرئيس نجيب، محمد جمال عبد عبد الناصر، الناصر. انور سادات بطل الحرب انت والسلام، كاتب قتلوه قتلوه الخونه المتسلمين يوم عيده، يوم عيده. وده احد المشير طنطاوي، احد مصر المخلصين، جنب الله الوطن الحرب الاهليه على يد هذا القائد العظيم. وبعدين وده المستشار عادل منصور، منصور احد ابناء مصر المخلصين، تحمل مسؤوليه الوطن في اصعب الظروف. الصوره الاخيره بقى، والصوره الاخيره دي الرئيس منحه القدر لشعب مصر العظيم، صاحب نهضه مصر الثانيه، قضى على الخونه المتاسلمين خوارج العصر. أنا بشكرك يا حاج جدا، حاج عبد المجيد الطحاوي، بشكرك على الفكرة دي، وعايز أكد بس على إنه الفكرة دي إحنا محتاجينها جدا. يعني الحاج عبد المجيد الطحاوي فكر إنه الأجيال الجاية إن شاء الله مين اللي هيحكي لها حكاية الحرب، ومين اللي هيبقى موثق الحرب دي. فهنا صحيح إحنا في متحف صور في قرية صغيرة من قرى مصر، يعني ثلاثة بحر البقر، في مركز الحسينية في الشرقية. يا ريت يبقى في كل قرية من قرى مصر متحف زي ده. صحيح انه احنا قدام مجموعة صور ومجموعة جرائد ومجموعة المذكرات، لكن مهم جدا نبقى محافظين على الذاكرة الوطنية بتاعتنا. بشكرك مرة تانية يا حاج مجيد، وبشكر حضراتكم لمتابعتكم لينا اليوم، وتصبحون على وطن.